نعم غير هذا. سبحان الله. نعم يا أخي. آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا عليه الصلاة والسلام سون كاجلموت قالات يتوارى الرسول طرق قالات إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنت ماننم يرون تاكل الله الناتتنا كل الله يفلق هون سرع يميرون قالات الحياة من الإيمان. لا يأتي الحياة إلا بخير. أصبح في هذه الأيام التعري هو الحضارة. الحضارة أكرمكم الله أن يبول أمام الملأ أمام الناس. حتى أنهم لم يستحيوا من الله. الله سبحانه وتعالى عالفرطن. جعلوا البيوت بيوت الله سبحانه وتعالى أماكن للرقص. يا الله بيتهم يدانس بيت عدرهم. قال لهم ابن القيم للذين المتصوف الذين يقصون في المساجد ويغنون ابن القيم رحمة الله عليه مسجد لي لمنظمة عيزو لمي وزوت لمي دانس الصوفية وشبلو على الشو قال متى علم الناس أن الغنى سنة تتبع في أي دين تعلم الناس هذا أن الغنى سنة متبعة. إيه قتم عند أنا شريعة لو قتم ما تدين هون وهم تجمعونه سنة وين منجد مسلمات يكثروا في الجبهة وهم أيمت منجد يمن زما منجد كم تجمعونه ولا تيجاتهم. وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الناس حتى يقع يعني يكثر من الطعام والشراب. ثم يتراقص ويسقط في المساجد. لك يبلا ندهيا هو باستمالا كذا على لقنا يوزوزا لسكرا بمنظم أو سكروا يوركال ما تهدي هو نبرو طيقاتشو. وقالوا سكرنا بحب الإله. يعني هذا حب هذا الشكر ليس سبب الجنون ولا المخدر لا بحب الله سبحانه وتعالى إنيا سكرنا ودقنا إلى الله قيل أتتو سكرات اللهم بالله ذكر سكرنا وبروبان سيستعلم قال وما أسكر القوم إلا القصع يعني هذه الوجبات تأتيهم ما شاء الله سواتنا على سكرات شوم تهان مساجدنا عن ذاك السماع يعني هذا إهانة للمساجد يا الله مسجد يتواردك بندذي هالنوت عينت سواج وتكرم عن مثل ذاك البيع يعني الأماكن التي يعبد فيها الكفار أماكن للعبادة لليهود والنصارى والله لا يصنع هذه الأشياء. يا درا عمل كوت مملكة يا مملكة بوتا عندك لا يسنا عند عهودنا يا نصارى أنت نوج كبر ساتة شوي ينيا ينيا مسجد كل كبر أي ستة ومدن نشانا ما تقال يا هما دينا فيا للعقول ويا للنهى ألا منكم منكر للبدع يقول هل يوجد منكم من ينكر هذه البدع يعلم الناس يحذر الناس يرجع الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم هل ننكر أو لا ننكر هذه البدع كنا أنت تنش أعمر ويعلو يلم يا الله ملاكتني أن يا صلى الله عليه وسلم صحابة شاكر وتيانا برغبتها
እንዲከበር እንዳይዋረድ ይሄን ይንካር መጥፎ ነገር ሙንካር ነገር መጥፎ ነገር ሲሰራ ይሄን የሚከለክል ከእናንተ አምሮ አይለው የለም አላቸው። الإنكار لابد أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، لأنه بعض الناس يظن الإنكار نفجر هذه المساجد. لا، نفر نقر مكاوم مكاوم لا من قلوة شعبك يا نبياتنا عليه الصلاة والسلام تتعود بهذا مكاوم يا من قرنو انجيل بما فندات لابد أن نحذر من هذه التي دخلت على المسلمين ما تسمى بالأناشيد. هذا الحديث الآن. نعم. إن تلك الجبال بعوض ساعات أناشيد على الإسلام ويقتل يمن قتل يتعالى من تعالى الإسلام ويقتل يتعالى. المنظومات هذه ليس فيها إشكال، منظومات ألفية ابن مالك سلم الوصول هذا ليس في إشكال، الإشكال في هذه الألحان التي في الأناشيد. إيه زنبرو علم يقطع تمو ألفية المماليك آلاف ابن القيم مالن دزي هون إيان دزي عن دزي هلو شكري هلبتن قنية مطفوق تموشن عطاقالو يازا أناشيد نبالو لنتنكا بقبع. يقول ابن القيم رحمه الله رحمه الله ابن القيم إن قال تنكر حب الكتاب كتاب نودت وحب ألحان الغنى يا قتموتشن يا منظومات قتموتن يا الناس فكر مودت في قلب عبد ليس يجتمعان خلطت كان لا يسلسل يا منظومة فكر قلبه عنك يا الله وديتها فكر بعد الله. وقال غيره ليلة ودم وقلوانا برئنا إلى الله من معشر كان ذا سوى جنيا نتونا نيلن بطن بهم مرض من سماع الغنى بشتاء يالباتشو يا موزيكا بشتاء يالباتشو فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام إنيا بنبياتن سنة بتشابة مركاكات النمران وعاشوا على دندنا دندنا إن السجن بزيا بمان نرالو زنبلو يهونا قلب مدقاق دندنا يبال كيرو قلب يبال ونقر دندنا يبال. المساجد لابد أن تكون عامرة بذكر الله مسجد واج الله بمذكر نونجم توالو ليلا نقر بمان ونبعد ندنا معرف مان ونبعد معرف ولا يمكن أن نسعى في خرابها مسجد بمخرج من قصاقس يلبن ومن أعظم الخراب في المساجد أن نجعلها أماكن للشرك يتلق مسجد مبلاشة وتبلاشة مبلا ومسجد واتشين يشرك مفستن ياسنا لقاتو ندفن فيها الأموات يا موتا سوسن كبربات أماكن للرقص يا زفان بوتاي بدي إدانس بوتاسنا لقاتو الغنى زفان الضرب بالدف دبي مدردر القات في المساجد مسجد ليجات مبلغ مدعم لا يمكن أن تكون هذه البيوت النبي نقواتش كالله مسجد باش لي أي متشم أي تشالم إلا عامرة بذكر الله يا الله مسجد بالله ذكر بتشار بتوارا ونجي لنا نقل لفسان الباب تقبي أدلا